أمين محمد إبراهيم، مكرم مجلس قومي للمرأة، فرع جنوب سيناء. بنقول كل سنة وأنتم طيبين، كل ستات مصر وجنوب سيناء بوجه خصوص بالنسبة لنا. النهاردة يوم المرأة المصرية، وبنوجه تحية شكر وإعزاز وتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالمرأة فعلا وقولا، وفي كل المحافل بيذكرها وفي كل شيء بيذكرها، مش ناسيها خالص في خطة التنمية. كمان بنوجه الشكر لسيادة اللواء خالد فوضى على اهتمامه بالمرأة، وعلى إنه فعلا بيعتني بيها وبيرعاها وبيدعمها بكل قوة. وبوجه شكر كمان وتهنئة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الجديد، بهنيها على كونها رئيس المجلس وعلى يوم المرأة المصرية.